مؤسسة لمعة البحر يا جماعة بتطور في المزارع الداجنية ومزارع الحمام ومزارع الأرنب بطريقة رهيبة يا جماعة. كل ما هو جديد عند أبو عيد هتلاقوا في الفيديو ده حاجات دسمة جدا 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 وهتنفعكم في الطريق الداجني. ولو حد عايز يعمل مشروع فراخ، مشروع أرنب، مشروع حمام مقبل عليه وشاف المقطع ده إن شاء الله هيتعامل مع أبو عيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملاء لمعة البحر في مصر الحبيبة ودول الخليج والأفريقيا ولكل من يرغب بالتعامل، أنا وعدت أن سنتجاوز الماضي وسنتخطى الماضي إلى الجودة إلى التقنية إلى الكواليتي إلى الأوروبي وصنع بمصر، وهنا أنفذ وعدي بأعلى جودة المعايير في البطاريات، الشغل المحترم، بطارية فراخ زي ما انتم شايفين ما شاء الله، بداية ونهاية توماتيك، بترولي توماتيك، نعطي المقاسات، الطول 2 متر و10 في عرض 2 متر و1.5، الداخل 38 ب2.5، الارتفاع زي ما انتم شايفين 40 عشان تقدر تاخذ وتدخل وتاخذ الفرقة زي ما انت عاوز. طبعا هذه المروحة هيعمل لها سوست بس انا حبيت اصور على عجل. طبعا زي ما تلاحظون المرايات كل الشغل ليزر، كل الشغل اللي انتم شايفينه شغل ليزر، مرايات، لاحظ البدايه والنهايه، الترول اللي هو الساحب، ما فيش شيء ينزل على العلافات، بشكل صراحه شغل اوروبي عالمي. برضو عندك الترول، الترول اللي زي ما انتم ملاحظين هو من القنديل، وكان ممكن انا يعني نعمل له الكتروستاتيك لكن حبيت تشوفوا صنف الصاج اللي هو القنديل الحر. طبعا بالنسبة للقراش 1.5 متر في 1.38 متر، بالنسبة نجي للترول اللي هو 75 في 50، برضه تاخذ تقريبا زي ما انتم شايفين تاخذ حوالي 210 فرخة. نظام المسقى كيف نرفع المساقي قد يكون معمول اوروبيا او معمول في مصر عن طريق تقنية حلوة جديدة ترفع حسب المقاسات اللي انت عاوزها. هذه بالنسبة للبطارية التسمين إن شاء الله، هذه البداية. طبعا أنا كان ممكن أوريكم الدرفيل اللي هو أكبر حجم، يعني أنا اشتغلت على الكواليتي العالي، اشتغل الأوروبي، الترولي ما شاء الله تماتيك. هذه تقريبا بطارية تسمين إن شاء الله، ناوي نعمل إن شاء الله واحدة بيار. نرحب بكل مكاتب التوزيع في خط الصعيد، في اي مكان يحب يتعامل يجي الحين يجي يشوف على الطبيعه. في حاجه عملناها حركه جديده بس اسمحوا لي اني ما اصور، بناء على تعليمات الاداره عندي ان ما نفصح عنها خوفا من التقليد، واو، فهذه موجوده للمربي لما يجي هيشوف فعلا شيء جديد. ناتي للارضيه، الارضيه ان شاء الله هغيرها، هصمم ارضيه خاصه بلمعه البحر تناسب الكتكوت وتناسب البياض وتناسب ال شو اسمه للفراخ التسميد. فهذه ان شاء الله اعدكم اني اعمل ارضيه خاصه في لمعه البحر. اتمنى وفقت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا قبل ما انسى، لما تشوف الشغل فعلا كواليتي عالي، يعني ما في شغل بلاش افصح عنه، العنوان واضح والكواليتي واضح والجوده واضحه، تعال وشوف بنفسك على الطبيعه. اتمنى وفقت لعملائي، واعدكم باذن الله في القريب العاجل ستشاهدون كل ما هو يليق بالطائر من الجودة العالية. فأتمنى زيارتكم للمصنع وتشوفون على الطبيعة، وانتظروني إن شاء الله الأسبوع الجاي في شيء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أبو عيد السلام عليكم ورحمة الله. الآن هذه الشبكة جاهزة الآن، تمام. صاحب الأوساخ الآن اشتغل، لاحظ صاحب الأوساخ الآن، لاحظ الرول هذا، تمام. وهذا ماسك الرول، وهذا الشبوك، ومن هنا هذا القاشط اللي يقشط الأوساخ، يسحب الأوساخ الأرض لتحت، تمام. كمان هذا الباب، لاحظ الباب افتتح الآن الأخير، يتغلق، تمام.
طبعا احتاج لك تثبت هذه على الارض، تثبت هذه على الارض. هذه كمان لازم يكون في هنا مثبت. انا بجيب لك هذه مفككة وانت تثبتها هنا، هذا مع المحكر. نشوف الان من الطرف هناك، طبعا هذا كله بفكها، هذه بفكها الان، وبعدين انت ترحمها مع المحكر. تمام، هذه هي العينات وشكرا. طبعا شباب بالنسبه لصاحب البيت، كل اللي قابلتهم حقيقه غاليين، هذا اعطاني سعر قال لي معصور يا ابو عيد كذا كذا، لا فهذا حق البيت، هذا الحاله بسعر، وهذا بالمتر هو الرول تبع البيت، هذا بسعر عالي اتفق عليه وان شاء الله تبي 100. بالاضافه الى شفت المعلف، المعلف لاحق وجنزر يمشي على مجرى، شايفين المجرى؟ هذا بسعر لحاله ابو عبيد، كل واحد شايف ها يعبي هنا، كل واحد لاحق يعبي هنا شايفه؟ يعبي ذي، فهذا ممكن من هنا يؤخذ ساحب البيض والمعلف التوماتيك في حاله الرغبه من هنا شايف؟ برضه بقول لك شيء يا ابو عبيد، اللي هو البياض يفصل زي ما انت شايف، اللي يقرب لي هنا يفصل زي ما انت شايف، عشان البيضة تجي وتطيح هنا شايف؟ فلعلي اجيب البيضة الان دقيقة. شوف يا ابو عبيد البيضة هذه طبعا بلاستيك يا ابو عبيد، لاحظ البيضة ابو عبيد وين تروح؟ نبي نقربها الصراحة عشان التصوير ابو عبيد ها، فنبي نشوف كيف تطلع وكيف تروح من هناك. ايوه نقربها، يا سلام يا ابو عبيد، يا سلام يا ابو عبيد، انت اذا كان كذا عندك يا شباب اللي عنده ساحب بالطريقه ذي صراحه شيء روعه، لكنها تبي ورق، تبي ورق، تبي رجال يدفع على اساس يشتغل صح، ما يقول كيني ميني. انا بجد والله العظيم هذا باذن الله ان لقيت ارخص وانا في الطريق الان، لاني فعلا تعبت من الاذى لن اتردد والله، بس فعلا اعطاني اقل سعر من الاخر ولا اعتقد اقل منه. بس بشوف البيض ما شاء الله، ترى شايفين البيضه كيف؟ لا اقول الا مع ابو عيد، انت ترقى الى عالم الاحتراف، يا الشغل كذا يا بلد يا وفر، اتبع خذ شيء صح واشتغل صح. السلام عليكم، اسعد الله مساءكم يا اخوان بكل خير. هذه اول تفقيسه من فقاسات لمعة بحر، ما شاء الله التفقيس عندي ما شاء الله طلع نسبه البيض، نسبه التفقيس طبعا تقريبا 95% من البيض اللي حطيته بالفقاسه ما شاء الله تبارك. هذه البيض اللي حطيناه ما شاء الله تبارك الله، هذا الصيصان، وهذه فقسات لمعة بحر عسى الله يطول بعمر صاحبها ومن طورها ويوفقنا وياكم يا اخوان لكل خير. وننتظر باقي الابداعات من ابو عيد. شوف بطارياتنا يا ابو عيد، شوف شلون هذه بطارياتنا، طبعا صناعة محلية. هذا التنظيف الصيصان ما شاء الله، وهذه بطارية ابو عيد باقي ما استخدمناها، ان شاء الله نبي نستخدمها قريبا باذن الله.